سعيد للمرأة المغربية وللمرأة في العالم ككل. هذه مناسبة باش نعاودوا نهضروا شوية على الحقوق للمرأة ونشوفوا شنو هما الأشياء اللي وصلنا لها وشنو هما الأشياء اللي خاصنا نوصلوا لها إن شاء الله باش نحقوا واحد المجتمع فيه مساواة، فيه إنصاف للمرأة. أنا كنفتخر بزاف بالمرأة المغربية بكل ما عملت إلى حد الآن، وكنتمنى التوفيق لجميع النساء المناضلات ولجميع النساء اللي كيديروا مجهود كبير لتطوير المجتمع ديالنا، وإن شاء الله نزيدوا القدام كاملين يد في اليد رجال ونساء ديال المجتمع المغربي إن شاء الله. كتبين المغربية المرأة المغربية أنها غادية في طريق مزيانة الحمد لله، أنها كتفرض الوجود ديالها في المجتمع، أنها جزء لا يتجزأ من المجتمع المغربي. كيبان لي بأن نحن غادين في طريق مزيانة وغادين في الطريق المناسب. شكرا جزيلا.